انا عامله لهم منهج. في ناس فهمت المنهج بالغلط، ومنهج مشاعر وليس له دخل بالشهوه ابدا ولا اي حاجه. المنهج ده انا جربته في الاستشارات الاسريه كلها. منهج المشاعر مثلث عباره عن الهمس واللمس والنظرات. الهمس ده انا لما بتكلم بصوت خفيض وبشويش مع مامتي مع بابايا مع اخويا، مع ده لكل الاسره على فكره، مش للزوج بس، ولكنه مؤثر اكتر كمان في الزوج. الهمس ده مؤثر جدا، حتى لو انت بتزعقي لابنك بصوت عالي جدا ممكن خلاص مش مؤثر فيه، لكن لو كلمتي بحزم وبصوت بالراحه انا هوريك مثلا او هتشوف هعمل فيك ايه، هينتبه لك بيخاف منك اكتر. فالهمس ده ليه حاجات كتير، بهمس بكلام طيب بكلام عتاب بكذا كذا افضل من الصوت العالي. الصوت العالي ما فيش حد بيسمعه، يعني في فرق بين السمع والاستماع. فنتكلم بصوت خفيف، ده من ضمن انوثتك وده كويس جدا في العلاقات الاسريه. اللمس بقى قسمته ثلاث حاجات. اللمس الاحضان، ودي عليها دراسات. احضان مش معناها كلام في شهوه وزوج وزوج بس، الناس فهمت غلط. لا، ده انا لما احضن بابا، بابا هيبقى مبسوط جدا لما الاب يحضن بنته، او لكل الاسره يا جماعه الاحضان دي حاجه مريحه جدا. انت صاحبتك لو شافتك زعلانه وحضنتك بترتاحي ولا لا؟ فالاحضان دي عليها دراسات كبيره جدا. الاحضان والطبطبه. الطبطبه دي لما تطبطبي على اي حد، راجل كبير، مامتك، زوجك، اختك، اي حد، بتريحه نفسيا وبترجع بيه في عقلي اللاواعي لمرحلته انا في المهد وانا بيبي ومامتي بتطبطب عليا، فبتهدي النفسيه جدا. بعد الطبطبه المسح على الراس. عندنا في السنه النبويه نبقى مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنه لو انا بمسح على راس اليتيم، يبقى الاولى امسح على راس اختي بابايا زوجي. هو مثلث مشاعر ملوش دعوه باي حاجه فيها شهوه. ده اللمس. النظرات، فين النظرة المطولة بين الزوج والزوجة أو مع الأب والأم؟ اللي بيقطع التواصل البصري مع أي حد هو بيقطع التواصل الاجتماعي.